بقى يا حضرات فقرة الحوار الكروي البحت. طبعا عندنا بطبيعة الحال كلام كتير عايزين نتكلم فيه يخص نهائي السوبر المصري بنظامه الجديد بين الأهلي وفيوتشر بكرة بإذن الرحمن، الماتش اللي كل الجماهير النادي الأهلي قاعدة في حالة ترقب وانتظار. الماتش صعب جدا جدا أكيد من زوايا كتير هنفندها مع حضراتكم في الفقرة دي، لكن يعني أكيد لاعبتنا جاهزين بين قوسين وإن كانوا مجهدين جدا، وعندنا منافس وخصم قوي عنده سكواد مميز وعنده إدارة فنية مميزة. هنتكلم بقى في يعني رؤيتنا لهذه المباراة وكيفية التعامل الأمثل مع كل السيناريوهات المطروحة مع ضيفنا اللي هينورنا في هذه الفقرة الأستاذ كريم فضل الناقد الرياضي. يا صباح الفل عليك. يا صباح الجمال والسعادة والبهجه اللي انا بستمدها من بمشاشه وجهك حبيبي. حبيبي من ذوقك وكرم اخلاقك. احنا فرهضنا كجمهور ما بالك اللعيبه، يعني احنا تقريبا يعني نكاد نكون كل اسبوع في بطوله. من اسبوعين كنا في كاس العالم للانديه، الاسبوع اللي بعده منه مش عارف روحنا فين، دلوقتي بنتكلم على كاس السوبر المصري ثم عوده للدوري المحلي. الحاجات دي كلها بينتج عنها حاله اجهاد شفناها واضحه وصريحه على كتير من لاعبتنا في الفتره الاخيره. الى اي درجه انت شايف ان الموضوع ده ممكن يشكل خطر على ماتش بكره؟ خليني في البدايه اتفق معاك بشكل كبير، الاجهاد واضح جدا جدا على النادي الاهلي، بيلعب في الاسبوع مباراتين وثلاثه مع منافسين بيمتلكوا قوه قرويه كبيره جدا، يعني سواء في كاس العالم للانديه انت لعبت ثلاث مدارس مختلفه. صحيح. يعني طبعا افضل ثلاث مدارس بمهاراتها بكل بنجومها بالظبط. طبعا بالظبط، مهما كان حاله المنافس يبقى منافس كبير بما انه وصل مونديال الانديه. مظبوط. ترجع من مونديال الانديه تلاعب فريق محترم جدا اسمه سيراميكا في كاس كاس السوبر بالنظام الجديد زي ما حضرتك تفضلت وقلت، وخليني احيي اصحاب هذا القرار. الفكره ناجحه جدا، فكره انك تعمل ايفنت مش مجرد مباراه شرفيه بتبدا بيها الموسم ما بين بطل الدوري وبطل الكاس فقط، فيها منافسه حقيقيه. صحيح بالظبط، واتعملت في الكره الاسبانيه ونجحت بشكل كبير، يعني لان في ناس كانت معترضه وانا واحد من الناس اللي كنت متخوف من المستوى، ولكن بعد ما شاهدت مباراه مودرن فيوتشر وبيراميدز ومباراه الاهلي وسيراميكا لا الاداء قوي جدا. صحيح. حتى وان كان الاهلي مجهد وحصل اصابات عضليه زي ما احنا شفنا وبالتالي هتاثر وهيحصل غيابات مؤثرة وقوية جدا جدا في النادي الأهلي بغياب ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي، وبدرجة أقل أعتقد أن علي معلول ممكن ما يلحقش الفاينل يوم الخميس. الشناوي ياسر إبراهيم يعني اللي اتقال بعد الفحوصات اللي اتعملت أن الإصابات نسبيا خفيفة سواء في العضلة الخلفية في حالة هي خفيفة بس تأكد غيابه بس ما يلحقوش يعني بالضبط. لا هو تأكد بنسبة 100% غياب الثنائي عن المباراة، ودي فرصة للاعبين آخرين، يعني مصطفى شوبير خلاص اتكتب عليه أنه يلعب المباراة النهائية. دي حاجة ويتألق دايما يا أخي لما بيتحط في عشان هو حارس موهوب يعني. عشان هو حارس حقيقي وموهوب جدا جدا مصطفى شوبير. أتذكر يعني من أكتر من ثلاث سنوات كنت سألت أحد مدربي حراس المرمى في النادي الأهلي عليه في الوقت اللي كان بيتردد إن هو بيلعب باسم والده وأبناء عاملينه الكلام اللي ما دي ضريبة لازم يدفعها بطبيعة الحال طبيعي، ولكن لما شارك أثبت كفاءة كبيرة جدا جدا جدا. صحيح. بالتالي جمهور النادي الأهلي والمحللين مش شايفين أي قلق أو خطورة على مرمى النادي الأهلي في غياب محمد الشناوي الحارس الكبير بإمكانياته العظيمة لوجود مصطفى شوبير. عمل شغل نار في كاس العالم الحقيقه. ما شاء الله يعني عمل اداء بصراحه. الاهلي عمل بطوله قويه جدا جدا، ويعني مش هشكر في نفسي بس انا شايف ان انا كنت واحد من سعداء الحظ ان انا دايما قبل البطولات الكبيره بكون في برنامجك وفي قناه النادي الاهلي يعني، وقلت من خلال هذا البرنامج ان النادي الاهلي هيوصل فاينل وهيقدم مباريات قويه جدا. صحيح ما حصلش لظروف لا داعي للخوض فيها في الوقت الحالي، ظروف عكننت علينا كلنا ولكن كنا قريبين قوي جدا جدا، وده يعني تاكيد على الثقه الكبيره اللي الاهلي بثها فينا. طب. قبل البطوله حتى في ظل تراجع النتائج والمستوى، واللي كان متشكك لما تابع ماتش الاهلي واتحاد جده وبعدين تحديدا الشوط الاول من لقاء الاهلي وفلومينينسي. لا يعني خلاص احنا قلنا احنا مكاننا الطبيعي في النسخه دي في الفاينل طبعا، يعني ده كان وضع طبيعي ممكن جدا تبقى جدا. اصعب بعد كده لما تتغير بقى تفاصيل ونظام البطوله وعدد الفرق المشاركه هيبقى الحال. طيب. غير هرد على حضرتك كمحلل ولا كمشجع؟ لا كمشجع الاول. طيب كمشجع لا انا طبعا هبقى مبسوط جدا 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 ان انا هتفرج على مدارس كتير جدا مختلفه، بطوله فيها 32 طبعا فريق
من جميع القارات 12 فريق اوروبي اكيد هيبقوا اقوياء طبعا. ده هيبقى تقطيع مش مجرد اقوياء. يعني ده مانشستر سيتي لوحدها كانت عامله شغل قبل منها ريال مدريد وريال مدريد وتشيلسي يعني هيبقوا كلهم بقى مع بعض. بنفيكا بورتو هتلاقي طبعا. فرق انتر ميلان برضو من المرشحين اللي تواجد. انت بتتكلم على بالميراس بتتكلم على فلومينينزي بتتكلم على الاتحاد اتحاد جده الهلال ورا النادي الاهلي وهنشوف مين اللي كمان سقطنا برشلونه واحنا بنتكلم على الفرق الاسبانيه يعني لا ده هتبقى بطوله قويه جدا طبعا. انت هتلعب اربع مباريات اعتقد النادي الاهلي قادر بالمستوى اللي احنا بنشوفه بالخبرات اللي بيمتلكها الفريق في البطوله دي ومن اللاعبين والجهاز الفني اللي يستحق كل التحيه قادر على تخطي الدور الاول على الاقل لحد ما نشوف بقى مين المنافس يعني لما يصعد ان شاء الله نشوف بقى مين اللي هينافسه بس الكلام ده لسه في 2025 وارد السنه دي الاهلي ان شاء الله يحقق دوري الابطال ويشارك في البطوله الجديده او المستحدثه اللي هي انتر كونتيننتال بمشاركه بطل دوري ابطال افريقيا وبطل دوري ابطال اسيا بعكس السابق اللي كان بتبقى ما بين بطل امريكا الجنوبيه وبطل اوروبا فقط تمام دي وجهه نظري كمشجع كمحلل طبعا فرصه عظيمه جدا 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 ان لاعبي مصر والنادي الاهلي تعرض نفسها بشكل طبعا. عالمي طبعا. في محفل عالمي بيحصل لاول مره في التاريخ صحيح. فدايما دي حاجه يعني كريدت طبعا. كريدت لاسم النادي الاهلي بيزيد من شأنه كل لاعب يعني ياكل النجيل بالمعنى الحرفي وهو بالظبط بيشارك. احنا شفنا في البطوله على مدار اخر ثلاث بطولات كاس عالم في لاعبين من النادي الاهلي ما بيكونوش في افضل احوالهم الفنيه زي محمد هاني مثلا لكن اول ما تقول له كاس عالم للانديه بتلاقي يا اخي فظيع بتلاقي كارفخال على كافو وعلى فكره نفس الكلام الى حد كبير ينطبق على حسين الشحات يعني تحس ان دي بقى ده ملعبه بقى كاس العالم دي حتته المكسب يعني. المكسب الجديد للكره المصريه وليس للنادي الاهلي فقط احمد نبيل كوكا في وسط الملعب طبعا. ما شاء الله لعيب برومسنج جدا لمسته قويه لعيب في الضغط لعيب في التحرر لعيب في التحولات من الدفاع للهجوم بدا يشارك بشكل كبير جدا ما بقاش يقتصر دوره دفاعيا فقط ان هو ولا هاني بس. كمان على فكره ولا محمد هاني كمان لا محمد هاني بيعمل حاجات يعني ما بيعملهاش في الدوري المصري يعني مع الطبيعي ان يعني مع كل الاحترام والتقدير طبعا للمنافسين او للانديه المصريه ولكن الطبيعي ان انت المستوى اقل لكن محمد هاني المونديالي يعني هو بيحب اللقب ده بيحب البطوله دي صحيح. بيحب الاجواء دي جدا بنشوفه بيعدي من واحد على واحد بشكل سلس جدا بيعدي بيعمل كروسات زياده هجوميه مستمره تغطيه دفاعيه هو مميز فيها فقدم بطوله قويه جدا جدا علي معلول برده قدم بطوله قويه جدا جدا ياسر ابراهيم اللي هو نال شهاده واستحسان جميع مشجعي مصر وليس النادي الاهلي فقط قدم بطوله انا حتى كتبت ان انا اول مره اشوف اداء فردي للاعب مصري في بطوله واحده بهذا المستوى يعني على مدار التاريخ طبعا في مدافعين اكفاء ولكن ياسر قدم في البطوله دي اداء انا ما شفتوش لمدافع بصراحه يعني اللي احنا بنتكلم عليه ده ان في حالات فرديه ولاعيبه بعينها بتتعملق اكتر ما هي اوريدي عملاقه في بطولات كبيره زي كاس العالم للانديه او مثلا دوري الابطال نفس الكلام بينطبق على مع الفرق طبعا بشكل جماعي بقى لفريق ريال مدريد لما بيشارك في دوري الابطال يعني ممكن تلاقيه في الدوري المحلي بعافيه في موسم من المواسم لكن كالعاده يروح دوري الابطال الموضوع ايه سر الحكايه دي لا هي مش سر ولا حاجه بس هي فعلا كده يعني النادي الاهلي فيها استدامه الحكايه دي بتحصل دايما دي تراكمات وخبرات بيكتسبها الفريق واللاعبين يعني حضرتك مجرد بس ان مثلا ريال مدريد برضو في الدوري او في الليجا ما بيبقاش احسن حاجه وتبقى البدايه ممكن تكون متعثره قليلا طبعا. نفس طبعا. الوضع مع النادي الاهلي في مرحله المجموعات بتشوف وضع مختلف قطر بعد كده في الكلوك اوت بقى مرحله خروج المغلوب لا ريال مدريد شخصيه البطل بتظهر وخلي بالك ان كان في برضو ناس بتتريق على الكلمه دي او بتقول انها جمله مطاطه او كلمه مطاطه لا في حقيقي في شخصيه فريق بطل فريق بيقدر يكسب العباره دي اتقالت على لسان كتير من المعلقين ولا سيما السعوديين تحديدا لما كانوا بيتابعوا او بيعلقوا على ماتشات الاهلي في كاس العالم النسخه الاخيره يعني شخصيه البطل والجمهور نفسه السعودي كثير. الجمهور السعودي يعني كان في احد الفيديوهات الشهيره بيقول لك احنا هنكسب المباراه الاولى ب 3 4 5 بيقولوا بعد كده قال له الاهلي سكت وضحك اهلي في البطولات الكبيره بيظهر هي دي شخصيه البطل شخصيه الفريق
اللي بيقدر يكسب مهما كانت الظروف المحيطه بلاعبيه او الاجواء اللي بيعيش فيها. ثانيه الامل موجود بالظبط. هو الاهلي يعني احنا مش هنروح بعيد لسه اهو يعني دي 94 طبعا. امام عاشور بيعمل مجهود خرافي بالرغم من المجهود اللي عمله في مونديال الانديه وفي اخر مباراه بالتحديد اللي هو فاز بجائزه افضل لاعب فيها، بيعدي وبيزق الكوره بيحارب فيها لحد النهايه لحد ما قدر ان هو يساهم ب 90% من الهدف ويتاهل بيه النادي الاهلي للفاينل. التاهل ده يا استاذ كريم انقذ البطوله جماهيريا بدون نقاش، مليون في المية بدون نقاش طبعا. مع كل الاحترام والتقدير للسلاسل الانديه الاخرى، لكن الجمهور هو جمهور النادي الاهلي طبعا طبعا. كان في عشم او كان في امل ان جمهور احد الفرق يعني يتواجد لتشجيع فريق بيراميدز وده ما حصلش. لكن جمهور الاهلي حاضر، جمهور الاهلي متواجد بكثافه وفي سباق حاليا على شراء التذاكر عشان خاطر يحضروا المباراه النهائيه طبعا. وده نجح البطوله بشكل كبير، كان هيحط اتحاد الكوره في موقف لا يحسد عليه انجاز للتعبير يعني لو تاهل سيراميكا ولو يعني له كامل الحق طبعا طبعا اكيد، لكن حضرتك ما كانش هتحظى المباراه بزخم جماهيري على الاقل في المدرجات بالظبط. لا انا في المدرجات وعلى الشاشات ناس كتير كمان وقفوا عند التصريح او الكلمتين اللي قالهم رمضان صبحي وهو بيطالب جماهير بيراميدز المتواجده في دوله الامارات ان هم يكونوا موجودين في الاستاد. ففي ناس كتير وقفت عند التعليم يعني مش ساركازم او تريقه بس تقريبا جمهور بيراميدز ما كانش معاه العنوان يعني ما عرفش يوصل. مشكله يا اخي برضو لاي فريق، ودي برضو بترجعنا لموضوع ذو شجون انجاز التعبير، فكره ان انت عندك انديه ليها جماهيريه وليها شعبيه طاغيه وقديمه ضاربه في عمق التاريخ هي وجماهيرها زي الاتحاد السكندري زي المصري بورسعيدي زي حالهم دلوقتي ما يسرش. علشان الكرة اصبحت بيزنس بشكل كبير، هم طبعا. لسه ما لحقوش البيزنس ده او ان في بعض رجال الاعمال بتحب انها تستثمر في انديه مؤسسات طبعا. وليست انديه جماهيريه. ولكن لو تحولت الانديه لانديه محترفه هيطلع لها جمهور بدعم مالي كبير اعتقد ان وقتها هنشوف جماهير لكل الانديه. طب ما ده حاصل في حاله بيراميدز. لا هو سوري مع ايه اللي حاصل ان هما ان هو نادي عنده لعيبه كبيره وعنده يعني الجزء المتعلق بالنادي عاملين اللي عليهم زياده، لكن حتى هذه اللحظه فين الجماهير؟ علشان يعني هقول بدون دخول في فنيات امور فنيه كبيره يعني لو حضرتك مش عليك رقيب جماهيري مش هتحس باي فرق او زعل او غضب لما تخسر بطوله او تخسر مباراه طبعا مليون في المية. لكن تعال شوف تصريحات جميع لاعبي الاهلي والزمالك والمصري والاتحاد والاسماعيلي. جمهورنا 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 الجمهور طبعا. الجمهور طبعا. عاملين حساب للجمهور ودي نقطه تحسب ليهم مش تحسب عليهم اكيد. يعني اللاعب لما يكون عامل حساب لجمهوره وخايف منه خايف يزعله خايف يروحه زعلان لانه عارف انه الجمهور هو ملح كره القدم مليون من غيرها خلاص ملاعب خاويه طبعا. بارده طبعا. ودينا جربنا الفتره بتاعت كورونا بالظبط حاجه حزينه جدا بالظبط. يعني احنا ما صدقنا بدا يدخل 10000 و20000 عايزين طبعا الساعه الكامله وده لما يحصل هيفرق كتير جدا مع الانديه طبعا. الشعبيه والجماهيريه هتبدا تستفيق وتبدا تنافس واعتقد ان الموسم ده يعني في منافسه نسبيه محليا يعني من اللي انا بكلمك عليه ده شفنا له شويه مظاهر كده وان كانت على استحياء في ماتش الاتحاد وفاركو. لسه بقول لحضرتك اهو الاتحاد بدا يعني بدعم جماهيري طبعا مع اداره جيده جدا الحاج محمد مصلحي بصراحه موفر لهم معظم سبل الراحه فضوء المتاح بالظبط فضوء المتاح بالنسبه لي طبعا. تعالى لا ما احنا شفنا السيزون اللي فات اسوان وغزل المحله بالرغم من هبوطهم بس كانوا عاملين حاله كويسه جدا في الدوري. المباريات اللي كانت بتتلعب على استاد اسوان بيحضرها جمهور كتير، مباريات بتتلعب على غزل المحله او استاد غزل المحله بيحضرها جمهور طبعا. كتير طبعا. هو ده المطلوب يعني اتمنى ان الفرق اللي هتصعد من الدرجات الادنى انها تكون انديه جماهيريه وشعبيه عشان خاطر نرجع تاني للحضور الجماهيري المناسب. طيب انا هستأذنك نقف عند الامنيه دي ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل.
لسه منورني في الاستوديو الناقد الرياضي الاستاذ كريم فضل، واللي عايزين نقف معاه شويه بقى ونتامل كده كيف ستسير الامور غدا باذن الرحمن، رؤيتك وتوقعاتك. طيب على غرار الجمله الشهيره حلل يا دوريني، هنحلل بقى المباراه. ايوه المباراه متكافئه بشكل كبير، وان مالت الكفه طبعا لصالح النادي الاهلي بحكم الخبرات والمهارات يعني والعناصر الفرديه. ولكن هنقف على كام عنصر كده. اتفضل. في فريق مودرن فيوتشر هيكونوا سبب في خطوره حسب توقعي يعني. طبعا اولا هم ماشيين بشكل كويس محليا وقاريا، يعني هم في المركز الثاني بعد اتحاد العاصمه، ولكن يعني يعتبر تاهلوا بنسبه 85% قدموا مباراه دفاعيه بشكل كبير جدا قدام فريق بيراميدز، وقدر حارس مرمى محمود عبد الرحيم جنش انه يتالق ويتصدى لثلاث ركلات وفرهدونا وراهم بركلات التانية. يعني ده كان ماراثون بيحصل لاول مره في بس كانت ممتعه يعني. انا كنت طبعا بسمع المباراه في الراديو وكنت مستمتع جدا باللي بيحصل ده. عندهم محمد ربيعه قدم نفسه بشكل كويس جدا في قلب الدفاع، باسم علي ظهير ايمن طبعا عنده كم من الخبرات الكبيره جدا جدا، وهيكون واحد من عناصر الخطوره على النادي الاهلي بحكم انه لاعب سابق في النادي الاهلي طبعا وعنده خبرات زي ما انا قلت. مروان محسن ومنظومه وسط الملعب على قد ما هي قويه، على قد ما فيها لو تم الدفع بعنصر واحد فيها ممكن شايف ان هو هيقلل من حظوظهم يعني. اللي هو بابا توندي اللاعب النيجيري. بابا توندي ده يعني انا يعني شايف ان محمد نصير، شايف ان غنام محمد افضل منه، ولكن فيرمسينيو بيفضل ان هو يدفع بيه. اوكي. هيكون من مصلحه الاهلي لو لعب بمنتهى الصراحه. هيكون من مصلحه الاهلي ان هو عنده مشاكل كتير جدا في الاستلام والتسلم والتحركات بتاعته. ولكن يبقى فريق مودرن فيوتشر عنده عناصر في الحته الهجوميه قويه جدا جدا، على راسهم طبعا عبد الكبير وادي اللاعب المغربي واحمد عاطف ومروان محسن زي ما انا قلت لحضرتك. هي دي العناصر اللي انا شايف انها الافضل في فريق مودرن فيوتشر، بالاضافه لحارس المرمى طبعا جنش بما يمتلكه من خبرات طبعا. واعتقد ان هو هيكون هدفهم الرئيسي ان المباراه تبقى ايكوال لحد النهايه. المباراه دي طبعا عكس المباراه السابقه هيبقى فيها اكسترا تايم، يعني لو حصل تعادل هيبقى فيه اكسترا تايم وبعد كده ايه ركلات جزاء. الاهلي بقى الغيابات اللي عنده هتجبر مارسيل كولر على دفع بعض العناصر، يعني خلاص زي ما احنا قلنا اوفا هيلعب اساسي، مصطفى شوبير، رامي ربيعه هيكون بجوار محمد عبد المنعم في قلب الدفاع، علي معلول لو مش جاهز بنسبه 100% اعتقد ان كريم الدبيس هيكون اساسي في المباراه دي، محمد هاني حاجز مكانه في المركز الباك رايت، في نص الملعب في ثلاثه. هل كوكا قادر ان هو يكمل ويؤدي المباراه او 90 دقيقه بشكل قوي؟ ده برضو يعرفه اللاعب نفسه والجهاز الفني اكيد، ولكن انا شايف ان مباراه زي دي هتحتاج ديانج، انت محتاج دم جديد في نص الملعب وافتقدناه في كام ماتش فاتوا، دي حقيقه. يعني ديانج لعيب كبير جدا طبعا طبعا، بيمتلك من الخبرات والمهارات كم حدث ولا حرج يعني الحقيقه، لعيب لا طبعًا. خلاص لعيب دولي، لعيب مع منتخب مالي، لعيب كلنا شفناه خلال السنوات الاخيره مع النادي الاهلي، والقوه مباراه زي دي وحاجات كتير. لازم 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 ديانج، لازم ديانج بشكل كبير يكون في وسط الملعب عشان تعمل انرجي، تعمل طاقه جديده في نص الملعب، لانك هتلاعب فريق كبير وتحد بالخطوره في المنافس كمان. بالظبط، لاني شايف ان يعني الكلام ان كوكا سليم ومروان سليم، ولكن انا شايف ان ديانج لازم يكون موجود على حساب واحد من الاثنين. امام عاشور برضو هيكون له دور مؤثر وكبير جدا جدا في المباراه دي، في صناعه اللعب وفي التحرر وفي التحولات الهجوميه. الجناحين لا خلاف على حسين الشحات بيرسي تاو، راس الحربة محمود كهربا. بالمناسبه مودست الفتره القليله اللي لعبها امام سيراميكا كان جيد جدا، وللاسف يعني قليل جدا من المحللين والمقدمين. الحاجه الوحيده الغير جيده فيه هو حظه يعني، هو يعني ديانج جاهز، عارف هو. عارف بالبلدي كده بيتقال ايه، يقول لك قرف، هي قرف يعني. يعني مودست ده ما فيش ذره شك في ان هو لعيب عالمي، حد جامد جدا، وفي الدوري الالماني كان خارب الدنيا، وفي الدوري التاني اللي كان بيلعب فيه يعني
ما هو اكيد النادي الاهلي، ودي حاجه كنت بتكلم فيها مع الناس امبارح تقريبا او اول امبارح، فكره انه عشان النادي الاهلي يهز نفسه ويجيب لاعب معين، ده في دراسات بتتعمل وفي مليون حاجه عشان يتاخد القرار بجلب هذا اللاعب او عدم جلبه. خلينا لكن بس هو يعيني من ساعه لما جه عكوسات عكوسات عكوسات. هو خلينا متفقين ان مارسيل كولر وده العنصر الاهم في المنظومه مقتنع بيه وبيدفع بيه، وهو قالها بقى حتى بعد يعني بعد طرده في المباراه الاولى امام اتحاد جده، وكان طرد غير مستحق بالمره. قال لك هو خارج كاس العالم خلاص للغياب، ولكن هو مكمل معاه، هو مكمل معاه. فبالتالي واجب على كل جمهور النادي الاهلي انه يدعمه ويسنده بشكل كبير، بلاش فكره انك تزوم عليه في كل لعبه يغلط فيها. وبعدين احنا كمان على فكره يعني مرينا بالتجربه دي قبل كده مع موسيماني ومع بيرسي تاو بالظبط، يعني برضو بيرسي تاو مع الفرقه برضو اول ما جه ما بينش اماره قوي، بس الناس كانت صابره عليه واصابات نتيجه صبر موسيماني عليه، وكلنا وجدنا ما يعني يسرنا بعد كده. افضل لاعب في افريقيا، يعني افضل لاعب داخل قاره افريقيا خلاص، يعني عندك افضل لاعب داخل القاره كلها. فمودست مش هقول ان هو وصل للفورمه 100%، ولكن لا واضح ان هو وزنه اخف، حركته بقت افضل، تحركاته كانت احسن، اتحرك في اكتر من كوره. متعلقه بالهارموني مثلا بينه وبين بقيه اللعيبه؟ وارد، يعني وارد ان هو لسه ما دخلش يعني ايه يعني زي ما بيقولوا بالبلد كده ما عشقش يعني. او ما طبعش معاهم ده يكون وارد ان يكون ده، لان انا طبعا مش قريب من الفريق او الجهاز الفني عشان اقدر اجزم بحاجه زي كده، لكن ده واضح ان هو في الهارموني مش احسن حاجه، ولكن بدا اللعيبه تعتمد عليه، كل التمريرات كانت عليه. مصطفى شوبير او خط الدفاع كان الكوره دايما بتكون على مودست سواء بالراس، وحتى في كره الهدف هو اللي استلم الكوره وريحها بالراحه وده الامام الامام وامام عدى وغير في كره لف بجسمه بشكل كويس جدا. كنت لسه هقول لك الكره دي تحديدا يعني في شويه لحظات كده تقدر تستنتج ان ده فعلا لعيب، يعني هو فعلا لعيب عنده يعني لمسات، يعني عمل تريكه صغيره جدا ولكن تبين. صح، وبالشمال هي كانت محتاجه طبعا يكون يقفل وش رجله بشكل اكبر لتحت ويسددها، هو لف لفه كامله يعني تكاد تكون 360 درجه يعني صعب اصلا يعني. طب افتكرت بس في كده بس مش مشكله، لو في مساحه تقولوا قولوا. لا محتاج فولترين. محتاج ايه؟ فولترين. لا يعني كده كده يعني الحاجه تاني هرجع ونقول، واعتقد كتير برضو من الجمهور حتى لو هم بيهزروا في النقطه دي، لكن هم عارفين كويس قوي ان هو لعيب، يعني ما حدش بيشكك في صلاحيته كلاعب، احنا بس الناس المتضرره من عدم وجود فعاليه ملموسه ليه على بالظبط على ارض يعني الملعب. وارد جدا يكون الفاينل ده فرصه عظيمه لمودست انه يكتب نجاحه او شهاده ميلاده الكرويه، يقدم بقى ورقه اعتماده مظبوط. والله انا بقول لحضرتك انا شايف انه قدم الدقائق اللي لعب فيها مع الضغط واللي حصل وحاله يعني هبوط المعدلات اللياقه البدنيه للاعبين، لا هو كان واقف على رجله بشكل كويس، كان بيتحرك، كان بين الكوره مع زمايله بشكل كويس جدا. خلينا برضو بس نقول حاجه مهمه، ان فريق مودرن فيوتشر يمتلك كافه الحظوظ، يمتلك مجموعه من اللاعبين على درجه كبيره جدا من المهاره والكفاءه. عنده مدير كوره واحد من ابناء النادي الاهلي كابتن علاء ميهوب، عنده خبرات كبيره جدا، معاه مدير رياضي هيثم عرابي برضو من ابناء الاهلي، عنده مجموعه من اللاعبين لعبت في اهلي وزمالك، جنش، باسم، مروان، محمد فاروق اللي بنتمنى له الشفاء طبعا هو مش هيلحق المباراه دي، عنده باك شمال ممتاز جوزيف نجويم لعيب كويس جدا، وعنده كمان مدير فني مميز. يعني تعالى بقى نحيد اللعيبه شويه في الفرقتين اهلي ومودرن فيوتشر، تعالى نقف عند المباراه بقى الموازيه الجانبيه اللي هتكون بين الاثنين المدراء الفنيين. خلي بال حضرتك اللي هيتفوق فنيا من مارسيل كولر وفيرمسينيو هيكسب المباراه. يعني بعيدا عن الفروقات الفنيه، احنا هنا بنتكلم على مدرسه سويسريه وبرتغاليه بالمقارنه بالمدرسه البرتغاليه، يعني مدرسه بتعتمد على الدفاع بشكل اكتر اللي هي البرتغاليه، ومدرسه بتميل للجانب الهجومي اللي هي المدرسه السويسريه. خلينا نقول برضو حاجه وندي كل واحد الكريدت بتاعه، ان مارسيل كولر اعاد الكره الهجوميه للنادي الاهلي بشكل كبير. يعني حط الجمله دي بين قوسين كده، لا الاهلي هجوميا بيوصل كتير جدا طبعا، وده يمكن واحد من اسباب غضب الجمهور الاهلاوي ان احنا بنوصل كتير قوي وشايفين ده وبنضيع طبع. يعني تخيل انت قدام فلومينينزي كنت سجلت هدف واتنين في الشوط الاولاني خلاص طبعا، مباراه اتحاد جده تقدر تكسب 3 و4 حتى قدام اورا،
انت كسبت اه مكسب كبير وعريض، ولكن ضيعت فرص توصل كتير جدا اكتر بكتير. ده شغل مدير فني طبعا، يعني طبعا اجتهاد من اللاعبين، بس هو في الاساس شغل مدير فني. انا بعمل لك البلان اللي انت تقدر تمشي عليها توصل من خلالها للمرمى في اقل عدد من التمريرات. هنا بقى الناس اتقسمت نصين، يعني في ناس بيقولوا او بيشوفوا زي ما انت كده تفضلت ان ده الليله دي عند المدير الفني، وفي ناس تانية شايفت ان لا الليله دي والفينشنج الخاص بيها تحديدا لا عند اللعيب. لا هو الفينش طبعا عند اللعيب، هو المدير الفني مش هينزل يسجل بنفسه. يعني المدير الفني زي ما انا قلت لحضرتك هو بيحط لك الوسيله او الطريقه اللي انت توصل بيها المرمى المنافس. انا بقى استخدمت الوسيله دي ووصلت بيها بالفعل المرمى المنافس بدل المره يجي 15 مره وضيعت، فين بقى؟ ما انا ضيعت عشان خاطر، ما هي دي النقطه. ايه التركيز ولا عدم توفيق ولا وضعها ايه الحكايه؟ كلاهما. هو ممكن عدم التوفيق يفضل مصاحب فريق ما او لاعب ما فترة حلوة باستدامة زي ما شفنا كده؟ لا ما اعتقدش ده، يعني انا ما اعتقدش. طب احنا بنشتكي من اهدار فرص يمكن من الموسم اللي فات كمان. ما عشان خاطر ده احنا كنا محتاجين مهاجم طارجت، مهاجم يعني انت لو شفت هدافين الفريق هتلاقي حسين الشحاب بيرستوى علي معلول. ايوه صح؟ بيدخل شوية معاهم كهرباء. فاذا انت امام معضلة، المعضلة معطياتها قدامك واضحة وصريحة. بتقول ان انت عندك ازمة في الفينيشر، المهاجم طبعا اللي بيتارجت كل الفرص دي. تخيل في المنظومه اللي بيلعب بيها مارسيل كولر والنادي الاهلي بلاعبيه الحاليين في وجود لاعب زي عماد متعب او فلافيو. يا سلام بس. يا سلام، شوف حضرتك قلت يا حلاوه الحلاوه. اه طبعا خلاص. طبعا مهاجم صحيح. صريح آه. عنده لو ما يعرفوش بقى حاجه اسمها اهدار فرص ما عندهمش الكلام ده، مش وارد في قاموسهم. آه طبعا طبعا يعني آه طبعا في يعني كل الاحترام والتقدير للاعيب النادي الاهلي والمهاجمين، ولكن هي الفكره ان في مهاجم، هو سعر المهاجم، سعر المهاجم دايما بيبقى عالي ليه وغالي ليه؟ عشان ده اللي بيخلص، هالند. ده اللي بيجيب، ده اللي يعني بيحرق. هالاند اللي يخلي مدير فني زي بيب جوارديولا يغير فلسفته كامله عشان خاطر عارف انا بوصل كتير جدا وبضيع وبخسر بطولات مهمه زي دوري الابطال. اعمل ايه؟ هات مهاجم صريح فينيشر يقدر يلعب داخل منطقه الجزاء، سواء بقى براسه برجليه الشمال واليمين. طب وليه يكون المهاجم الصريح هو الاستثناء الوحيد؟ مش المفروض ان اي لاعب تتاح ليه فرصه انه يبقى موجود تقريبا بين الثلاث خشبات المفروض عليه انه ما يضيعش؟ لا هي مش المفروض طبعا، يعني ما فيش لعيب ما بيضيعش، بس هي الفكره ماشي كلها بس المتوقع يا سيدي منه انه ما يضيعش. هو بس عشان مكان تواجده، يعني تمركز المهاجم دايما بيبقى داخل الست يارد. لو مميز مثلا في العاب الهواء انت بتشتغل عليه، فلافيو جيلبرتو كانوا شغالين كروسات وفلافيو بالظبط، عماد متعب كان مميز، كابتن حسام حسن، يعني لو رجعنا بالتاريخ طبعا علي بجريشه وجمال عبد الحميد، لو حد مميز في العاب الهواء طبعا بيفرق من لعبه واحده. أكيد. انت كسبت دوري الابطال من كورنر. ده جزء كبير من طعم انجاز التعبير. واحد زي مصطفى محمد على فكره مثلا يعني مصطفى محمد هايل جدا في العاب الهواء، هنا في الحته وقوه دي. يعني طبعًا. عنده يمتلك من القوه ان هو يعمل تيك اوف، يلتحم طبعًا. بشكل قوي، وهذا نموذجي. يعني انت سنحت ليك فرصتين من كرات راسيه الكهرباء وبرستاو، لو هم مميزين في العاب الهواء جون صريح، هدف صريح طبعا امام طبعا، والاثنين جم في حضن حارس المرمى بالظبط، في نص يعني التوجيه في نص يعني النص. هو كان دي بقى فيها سوء توفيق طبعًا. يعني فيها سوء توفيق بجانب، يعني مش عايز اقول قله مهاره، لكن سنه سوء تقدير مثلا، او لو هو مميز في العاب الهواء بشكل كبير، يعني الكره دي مثلا لو مع مدافع زي محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم لا هدف. ليه؟ علشان مميز في العاب الهواء. فدي نقطه مهمه جدا. فاحنا بنقول المهاجم ليه بيسجل اكتر؟ علشان تمركزه. ليه؟ الجناحين بيعملوا مجهود كبير جدا دفاعي وهجومي، وبيتحركوا وبينزلوا، بيبقى مطلوب منهم ادوار دفاعيه كتير اثناء المباراه. فبالتالي معدلات الجري بتفرق في الفينش. ما انا لو انا واقف على رجلي سليم جدا، ما عملتش مجهود، جريت 30 و40 متر سبرنت، هسدد الكره بسهوله، صح ولا لا؟ اكيد. هبقى في قمه تركيزي طبعًا. قدام المرمى. فده يعني لا يعفي ان في ان حسين وبيرستاو بالتحديد محتاجين يكونوا اكثر تركيزا واكثر جماعيه بدون الدخول في تفاصيل. يعني بلاش سنه الانانيه، في فرق. يعني دي دايما بتبقى تهمه بيتهم بيها كل اللعيبه المهاريه قوي الحريفه قوي، زي احمد عبد القادر مثلا. يعني برضو كان في ناس كتير بتأنن ليه
ما تبقاش فاهم هي كده فعلا ولا دي بتبقى طاقة استثنائية موجودة عند اللاعب اللي مهارته استثنائية في المساحات الضيقة. هو شغل الحواري يعني يا عم كريم، فاهم قصدي؟ اه والله كرة الشراب، شغل كرة الشراب. بص هو ممكن بيوجدوه جدا، وقفشة كمان بيوجده. ممكن يكون قراره الأول يكون المراوغة، يعني أنا أول حاجة أول ما الكرة هتجيلي هعدي من المدافع ده. في لاعبين تانيين لأ، أنا هستلم الكرة بشكل ما، أوسع زاوية الرؤية وأبدأ يا اما رن اجري او امرر. بس ما تنساش ان اهات الاستحسان بقى اللي بتبقى جايه من الجمهور لما بيشوف كوبري من دول، كعب من دول، اللعيب المهاري بقى يعني في الحاله دي يعني نقدر نقول مجازا الادرينالين بتاعه بيرتفع مع اهات الاستحسان بتاع الجمهور، فده بيغريه ان هو يعمل واحده ثانيه وثالثه ورابعه. خلي بال حضرتك ده مطلوب جدا، انا مش بقول ده مبرر، انا بحاول افكر معاك بصوت يعني عالي. في حالات واحد على واحد لازم تعدي. اه طب يعني في حاله طب بتبقى لازم تعدي، فده مطلوب وده مهم جدا. يعني اللاعب خصوصا لاعبي الشق الهجومي لازم عنصر المهاره الفرديه اللي هو المراوغه بالتحديد، لان في ناس بتخلط تقول لك المهاره دي يعني انت بتعرف ترقص. لا، المهاره دي تسديد، استلام، تسلم، تحرك، وعي. الوعي نفسه مهاره، انك تفتح زاويه الرؤيه، الفيجن ده مهاره، ضربات الرأس مهارة، انك تتوقع الكرة رايحة فين فتقف متمركز في المكان المناسب في الوقت المناسب. العوام من الجمهور للأسف يعني مفكرين ان احنا لما نقول كلمة مهارة ان ده بيعرف يرقص اللي هو مراوغة يعني. نرجع برضو بس لموضوعنا، فكرة انك تعدي من واحد على واحد ده مطلوب جدا. وخلي بال حضرتك احيانا ده فرق مع الأهلي. بمعنى زي امتى مثلا؟ في مباريات في الدوري ومباريات في الافريكا ليج كانت محتاجه ده. انت بتلعب فرق بتعمل دفاع كومباكت، بتقفل. طب الدفاع المنطقه ده غير الخلخله والاختراق، اختراق او تصويبات من الخارج. يعني ده احد الحلول، ولكن لما يكون عندك لاعب يقدر لو شايف 2-3 من المدافعين قدامه لا هعدي، مطلوب. بس يكون عنده القدره، مش فكره ان انا اعدي وخلاص. بس ممكن كمان التعديه دي تتم بشكل من اتنين، يا اما بشكل فردي اعتمادا بالكامل على مهاره اللاعب من دول، او انتو او الاداء الجماعي زي ما شفنا مثلا وهم يعني بيمثلوا كره القدم البرازيليه فلومينينسي في مساحات ضيقه، تلاقي 2-3 عملوا حاجات سحريه كده وعدوا سلاسه يعني منتهى. بالمناسبه بس يعني انا كنت كويس انك فكرتني، لان النقطه دي مهمه جدا. عايز ارد على الناس اللي كانت بتقعد تقول لك اصل فرقه عواجيز وفرقه، يا جماعه عواجيز ايه يا جماعه؟ انت بتتكلم يعني، طب ما الاهلي لو انت هتحسبها بالمنطق ده، طب ما الشناوي لاعب كبير في السن، علي معلول لاعب كبير في السن، صح؟ تقدر تقول فرقه عواجيز؟ لا طبعا، لا طبعا. اصل عندهم حارس المرمى 40 وعندهم مارسيلو وعندهم فيليبي ايوه. طب وباقي العناصر؟ 22 و25 و26 لا وابو 40 ده معنى كده عنده خبرات قد كده يتخاف منها برضه؟ طبعا، ما هو لو هو عنده 40 وعنده 50 سنه ولسه بيلعب، ما هو مش بيلعب حبا يعني، فيه ان هو ايه ده انا عندي خلاص هرجع بقى ارجع بيليه وارجع مارادونا بقى الله يرحمهم طبعا. يا سلام. لا زمن الكوره الجميل ده. هي الفكره اصل انا كنت بسمع الكلمه دي كنت بتضايق جدا والله كريم، كان يعني كان نفسي ارد عليها قوي يعني. في 3 4 عناصر خبره وكبار في السن، ولكن باقي الفريق عناصر صغيره. يعني عناصر صغيره 25 سنه و 26 سنه و 22 سنه، وسرعه مهوله في الارتداد من الدفاع للهجوم والعكس، وذكاء وخبرات. يعني انت حضرتك لسه بتتكلم اهو فكره التحرر، وازاي ان انا مع الضغط المستمر عليها، لا ده انا حارس المرمى بتاعهم بصير احسن من نص لعيب الدوري المصري مع كل الاحترام والتقدير ليهم، لا بيقدروا اضغط عليهم زي ما انت عايز تضغط، بيخرجوا بالكوره بمنتهى السهوله. ده دي ميزه يعني مهمة جدا، يعني طبعا. ميزة مهمة جدا طبعا انك اي فريق في الدنيا بيكون الى حد كبير الفكر اللي بيعتمد على دمج الخبرات مع صغر السن والسرعات والحاجات دي دايما توليفة ناجحة دايما طبعا، كل الرياضات على فكرة طبعا. انت لو فريقك كله شباب عمرك ما هتكسب، عمرك ما هتكسب. والعكس والعكس لو الفريق كله طبعا اصحاب طبعا خبرات كبيرة جدا طبعا ومعدل الاعمار بتاعهم عالي قوي، طبعا هتقع بدنيا مهما كانوا يمتلكوا من الخبرات. واحسن وصف قيل في فريق فلمينينزي ده عارف انت اللي هو مجموعه الناس الكبيره اللي احنا كنا بنروح نلعبهم في الشارع او في خماسي ويقطعونا
ده احسن وصف اتقال عليهم. بس كنت عايز ارد على النقطه دي لانها فعلا كانت بتستفزني جدا. الحمد لله كان عندنا مساحه وقت كافيه ان انت تلحق ترد، لان احنا دلوقتي وقتنا انتهى. يا دوب هلحق اشكرك شكر جزيل على وجودك. ده انا اللي بشكرك على سعه صدرك وعلى تواجدي معاكم، يعني ده امر بيسعدني جدا والله. والله وبيسعدنا احنا كمان، نورتنا وشرفتنا. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلاويه وغير اهلاويه كانوا بيتابعوا حلقتنا. بشكركم على حسن المتابعه، ان شاء الله نشوفكم على خير الاسبوع الجاي وباذن الرحمن نسعد كلنا بكره مع نهايه الماتش اللي كلنا قاعدين متربصين دي ومتحفزين دي. كل التوفيق للعيبة النادي الأهلي إن شاء الله. شكرا ليكم.